تعديل، يكون تعديل حكومي طبيعي يعني، كل حكومة في العالم يجي بعد ظرف زمني وين تتطلب تعديل لسد بعض الثغرات. بعد ما نقول لكش التاريخ اللي يكون فيه تعديل، ولا الكم تاع الحجم تاع التعديل يكون في وقته ان شاء الله. ان شاء الله سيادة الرئيس، معايير جديدة سيادة الرئيس، معايير جديدة، معايير هو لازم الشيء اللي التزمنا به يطبق. اولا لازم الحكومة تكون في مستوى طموحات هذا الشعب. صح، انا سبق لي وشرحت للمواطنين من خلالكم، من خلال الصحافة الوطنية، ان اختياراتنا ما كانش اختيارات ولاء ولا اختيارات كذا، اختيارات كلهم بالملفات نتاعهم عندهم عندهم كفاءة، ناس جمعيين ناس كذا، ولكن التجربة تنقص، تنقص التجربة. ونحاول كيفاش تفاوت في أداء القطاعات يا الرئيس، لأن فيه تفاوت في التجربة. نجرب ومارس وبقى نضيف، هذاك ما كانش. اليوم راهم يعني مهنيين من قطاعات، صحيح هناك قطاعات برزت اخرين نضاف، ماشي نضاف حقيقه، ولكن غير اكفاء. والكفاءه طالت باش تجي، وحنا محتاجين كفاءات، لان السرعه اللي انا نمشوا بها ما تعطيناش الوقت باش نخلي له عامين ولا يتكون. صحيح.